السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج اسمه ارك ماب، وده من ضمن برامج الارك جي اي اس. هنا هتبقى مساحة العمل اللي هيظهر فيها الخريطة بتاعتنا، هنا هتلاقي الليارات، وهنا هتلاقي الكتالوج. لو انت فاكر قبل كده احنا كنا بنتكلم على الارك كتالوج، هو بقى اصبح مدمج في قلب الارك ماب، لان سهل ان انت تجيب منه الليارات اللي انت عايزها، تقدر تعمل سيرش على اي حاجه انت عايزها. طيب دي الكتالوج. طيب انا فرض ان انا عايز اعمل ربط بين الفولدر اللي انا حاطط فيه الحاجات وبين البرنامج، فهاجي هنا وادوس رايت كليك واقول له كونكت تو فولدر، وابدا اختار الفولدر بتاعي. يعني على سبيل المثال مثلا يكون في هنا ملف الباكج، اختار مثلا ديت واقول له اوكي، فهيبدا يظهر معايا هنا. تبدا تختار بقى الملفات اللي انت عايزها، تسحبها تحطها في التيبل، وتقدر تعمل جروب من الليارات. ده هنا عايز تروح للهوم وهكذا. طيب على سبيل المثال مثلا الشكل دوت، ممكن تسحبه تحطه في الليارات، فتبدا تظهر معاك الليارات بالشكل دوت. طبعا تقدر تخفي اي لير فيهم، تقدر تسحب اقل لير وتخليها اسفل بيت الليرات، تقدر تتحكم فيهم، تقدر تغير اللون بالشكل دوت. تقدر تظبط موضوع ان تشوف الخريطة كلها، تعمل زوم على الحاجة اللي انت عايزها، تقدر تشوف اللقطة اللي فاتت بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا تقول له انا هنا ده الداتا فيو، طب انا عايز اشوف اللاي اوت فيو كانه محطوط في ورقه ومثلا هيتبع بالشكل دوت. تقدر تقول له وقف شويه مش عايز اشوف الخريطه، او تقول له زورها لي، او تقول له اعمل لي ريفرش على الخريطه وهات لي اخر حاجه فيها بالشكل دوت. طبعا في طرق تانية ان انت تدخل الداتا هنا، فممكن تقول له فايل وتقول له اد داتا، وتقول له اضف لي اللاير ديت او اضيف داتا من الارك جي اس اونلاين. شرحنا الارك جي اس اونلاين اكثر مره. ممكن تقول له جيو كودنج تبدا تحمله، ممكن تقول له اد داتا وتبدا تدور على الملف اللي بتدات دوت او موجود، او ممكن تختار مثلا دوت. خلينا نفتح الملف عندي. ممكن تعمل سيرش على الداتا ويتحمله، ممكن تحمل مثلا ملف دي اكس اف هيبدأ يظهر معايا بالشكل دوت. تقدر تيجي من هنا تقول له اظهر لي تيبل اوف كونتنت لو انت عايز تظهره، او اظهر لي كاتالوج افرض ان ده مقفول وده مقفول وده مقفول، وتقدر تظهر دوت، تظهر دوت، تظهر السيرش، تظهر التول بوكس، تبدأ تختار من نوع من الأدوات اللي ممكن تساعدك. لو أنت عايز تبرمج بايثون تبدأ تظهر الكود بتاع البايثون. دي نظرة عامة على البرنامج. طبعا أنت ممكن تعمل زوم مثلا على جزء معين وتقول له ضيف لي البوك مارك، وتسمي ده مثلا حسب الدولة، مش فاكر دولة اللي احنا كنا عاملين عليها زوم. تمام. طيب ممكن تقول له اظهر لي بقى الخطة كلها. تمام. وتبدأ مثلا تعمل زوم على استراليا مثلا اهو، بتقول له مثلا اعمل لي بوك مارك تاني، تقول له اوكي. وفي اي وقت ممكن تيجي تقول له بوك مارك وتقول له انا عايز اروح للقطة دي او اللقطة ديت، او تقول له مانيش وتلغي الحاجة او تغيرها زي ما انت عايز.